العظيم اخويا الا كنطلب الله يا ربي غير تجي الموت زنانه وبناتي حيت ما يمكنش. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى. ملف اللي كيتبع عدد كبير من المغاربه ديال المجلبه مع الفقراء. عندي القصه اليوم ديال امال. امال عند الاسم ديال امال ام البنات. امال عندها 40 سنه، عندها 4 ديال الوليدات، 4 ديال البنيتات بالضبط، 4 بنات. حوالي سنه توفى لها الزوج، دارت بها الدنيا. امال الزوج ديالها كان عنده واحد المحل كيدير فيه الخضره، هو اللي جالسين فيه الان، ما عندهاش فين تمشي. سكنت في هذاك المحل صغير هذا الحانوت هي وربعة ديال البنيتات ديالها. تبحث عن لقمة العيش. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا. امال كتبكي، عاودي ليا من الاولى. تفكرت اخويا كيفاش كنت، الحمد لله على كل حال. انا سميتي اخويا امال، كان عندي راجلي الله يرحمه كان مالي فينا ما خصصنا من حتى حاجة، توفى الله يرحمه دابا عام. دارت بيا الوقت اخويا ما نكذبش عليك، تخلاو عليا كل شيء، لا عائلة لا حباب لا خوت لا حتى واحد، ما لقيت في جنبي حتى واحد سوى الله سبحانه وتعالى. جالسة انا وبنياتي في العشة اللي صلحوا عليا غير الجيران، هنايا مساكن بقيت فيهم وصلحوا عليا، كانت القطرة وكل شيء، وانت كتشوف ما عندي لا طواليط لا حتى شي حاجة غير واحد العشيجة فين كان، انت كتشوف الحالة كيفاش دايرة. كنتلاوط على لقمة العيش، كنتلاوط نهار كاين نهار ما كاينش نهار، وانا في تيسير الله حيت بنياتي مازال صغار، ما عنديش فين نسمح فيهم، ما عنديش فين نخليهم، ما عنديش كيفاش ندير ليهم، انت كتشوف الحالة كيفاش دايرة. هادشي اللي كاين، عيت نكذب عليك اخويا عيت، يا ريت كون تجي غير الموتة زنانة وبناتي. والله العظيم اخويا الا كنطلب الله يا ربي غير تجي الموتة زنانة وبناتي حيت ما يمكنش. دابا واخا بعض المرات كتجيني ديك الهلوسه ديال نمشي ننتحر، كيبقاو فيا بناتي كنقول لهم من غنخليهم وباش نسمح في بناتي، ولا ما نقدرش ما نقدرش. انت كتشوف الحاله كيفاش دايره، عيت هذا الله، اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد. انا امل حاس بك والله العظيم، ما غتحسش بيا خويا. لا حاس بك، عرفتي علاش نقول لك؟ ملي كدوز 3 ايام ولا يومين ولا 4 ايام شتي انا غنصبر بالجوع، ملي كدوز واحد 3 ايام ما كتلقاش باش تجيب الخبز خبزه ديال درهم لوليداتك، راه هذيك انا اللي غنحس بالدقه كيفاش دايره. ملي غيدوزوا الدراري شارين واحد بيمو ولا دانون، ووليدات كيتغاوتوا ماما بغيت ماما شتي انا بغيت دانون، انا اللي غنحس بالدقه كيفاش دايره. وبغيت نوكل ولادي طرف الحلال، شتي بغيت نوكلهم، شتي الله يشعلني ما نوكلهم غير داك الخبيز واتيم، ونحس براسي راني مرتاحه اني كنادي واحد الرساله مع الله اللي غادي نوصل وليداتي حتى انا باش يبارك ليا فيهم الله، باش انا يبارك ليا فيهم الله ونشوفهم حتى انا كيف بغيت. هادشي اللي بغيت. صعيب الحال اخويا بزاف، ما نقدرش نوصف لك واحد الاحساس كنحس بيه بعض المرات، ما نقدرش واخا نعيا ما نقول لك، حيت كيقول لك الكرش شبعان ما غتحسش بالجيعان، ولو ما من عيا من عيا نشرح لك والو ما غاديش تفهمني، ما غاديش تفهم. اختي انا حاس بك والله العظيم، والدليل على كلامي غادي نقول للمخرج يخرجني انا وياك من الكادر ويدور هذا البيت اللي فيه جوج ديال السدادر. مشاهدينا الكرام كما كتبعوا معنا، جوج السدادر وهاد البويت كما قلت اللي كان هو في الاصل محل بسيط جدا كيدير فيه الخضره، الزوج توفى جمعت فيه 4 ديال البنيات، ما عندهاش طرف ديال الخبز، ما كاينش الكلام. مشاهدينا الكرام كان واضح. اختي احنا عندنا برنامج ديال مول الجلابه، مول الجلابه غادي يجي لعندك، غادي يدخل لعندك، غادي يساعدك على الاقل في هاد الظرفيه ديال شعبان وديال رمضان. حاشا ولا حاشا اختي، يخلف عليكم الله، يخلف عليكم الله، يجازيكم بالخير الله، يجعل ربي ويجعل اليوم في ميزان حسناتكم يا ربي، وكما تفكرتوني وحنيتوا فيا وحنيتوا في بنياتي الله يجعل ربي ويحن فيكم. انا ما باغا والو، بغيت غنعيش انا وبنياتي، بغيت غنعيش، وبغينا حتى حنا ناكلوا ونشربوا، حتى حنا ما بغينا، ما حنا ما بغيناش ناكلوا اللحام ولا ناكلوا
بغينا حنا ناكلو غير على قد الحال ونكونوا مرتاحين. انا بنيتي صغار كنسمح فيهم وكنخرج نقلب عليهم على خبيز ونجي. بنيتي يا بنتي الصغيره يلاه عندها 5 سنين، تخيلوا اني كنخلي دريه عندها 5 سنين من الصباح حتى العشيه ما كنشوفها حتى الليل. هاد النوبات خصني نشوفها حتى الليل، انا ما عنديش الحل، الا جلست غادي يموتوا بالجوع. شنو كتخدم اختي؟ اللي جاب الله، مره نمشي نخدم بحال هكا في حمام، مره نمشي لكان شي وحده باغا تخمر ولا شي حاجه نمشي عندها عيد. بعد مرات ما كنقدرش نوض وكنمشي. انا عندي السكر كيطلع ليا بثلاثه الجرامات، كيطلع ليا بثلاثه وخاصني نصبر، خاصني نوض نخدم، ما عنديش البديل، ما عنديش حتى شي حل. ما عندي. الله يفرج عليك يا رب. امين. مشاهدينا الكرام، وهذا هو واقع الحال. والله العظيم إلا كتقول الحقيقة، وإذا كان عكس هذا الكلام نحن راه الإشارة. هذا الدوار شنو سميتو؟ البرادعة. البرادعة نواحي المحمدية، هنا نجيو يجي معنا ويشوف الوضع كي داير. أربعة ديال البنيات 40 سنة تتحمل ما لم تتحمله الجبال، الزوج بغاه الله عز وجل، هو اختبار في الدنيا. الفقر شنو واش غتصبر ليه؟ الغنى شنو غدير به؟ دورنا هو يد الله مع الجماعة للمساهمة في الفرح والسرور والاختزال للموضوع في الأخير عند رب العالمين. غدير كاين شي خير دي معك. مشاهدينا الكرام، تعلمت والله العظيم، تبعوا معايا حلقة أخرى إن شاء الله.